ألا إنهم هم السفهاء. إنسان غاص في البحر وتجشم المشاق ورأى اللآلئ أمامه تركها وأخذ الأصداف، ألا يعد سفيها؟ سفيه هذا الذي يأتي إلى الدنيا ويخرج منها وما فعل شيئاً إلا أنه أكل وشرب ونام واستمتع بس، كالبهائم إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كأنهم خشب مسندة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. هذه صفات المنافقين في القرآن الكريم. يعني إنسان ذهب لبلد غربي يجيب دكتوراه وموعود أن يعود إلى بلده بأعلى منصب، بأجمل بيت، بكل الميزات، فنسي مهمته الأساسية وتسكع في الطرقات واندس في الملاهي وعلب الليل هناك حتى أصبح متسولاً، ألا يعد هذا سفيهاً؟ مهيأ له أن يكون في أعلى منصب وفي أعلى درجة وفي أعلى ميزة، ترك كل هؤلاء وانصرف إلى سفاسف الأمور. قال تعالى ألا إنهم هم السفهاء. لذلك المجنون من عصى الله، هذا الذي يعصي الله ولا يعبأ بالموت ولا يعبأ بما بعد الموت ولا بالحساب ولا بالبرزخ ولا بالجنة ولا بالنار، يعيش لحظته، يعيش لذته، يقتنص المال بأي طريق بأي أسلوب، هذا سفيه، هذا أحمق. لذلك يعد المنحرف أحمقاً. الإمام الغزالي قال يا نفس لو أن طبيباً حذرك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذاً ما أكفرك، أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذاً ما أجهلك. قال تعالى ألا إنهم هم السفهاء. لذلك المجنون من عصى الله، المجنون من عصى الله.